وللحديث عن استمرار الأزمة السياسية في لبنان وانعكاسها على الوضع الاقتصادي للبلاد وارتفاع نسبة البطالة، معنا من زيورخ فرانكو عبد القادر، مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية. أهلا بك أستاذ فرانكو. بداية نبدأ من تحذير البطريرك الراعي من تأخير تشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان. لماذا تماطل الأطراف السياسية هذا المطلب الذي يبدو حلا منطقيا للأزمة؟ تفضل. تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. أبدأ بالحقيقة بشرح الأمور كما هي، نبدأ من حيث يجب أن نبدأ، وهو أن لعبة تبديل الأدوار وتقاذف الاتهامات من جهة، وتنفيذ غضب الشعب عبر ما يسمى بالتهديدات الفرنسية ضد معطلي تأليف الحكومة الإصلاح من جهة أخرى، كل هذه الإخراجات تضييع الوقت ولعبة تقاذف الاتهامات بين السلطة الحاكمة والمتنافرة في المزعومة، كل هذه الإخراجات هي من صلب وأسس عملية تقطيع الوقت لبنانيا، ريثما تأذن طهران بتشكيل حكومة تكون هي وحزب الله موافقة عليها وبل من صلبها. نعم. يعني لا يخفى على أحد من اللبنانيين بأن اللعبة السياسية داخل الكيان اللبناني إنما هي بيد طهران وممثلها الشرعي في لبنان حسن نصر الله، وبالتالي إن أي حكومة تؤلف في لبنان لا تأخذ في حسبانها وفي أجندتها مصلحة النظام الإيراني فوق مصالحها، تعتبر غير قابلة للحياة وفاقدة للأمن والاستقرار. تاريخ لبنان أستاذ الكريم، تاريخ لبنان الحديث وخبرة 30 سنة الماضية من عمليات تشكيل الحكومة وثقت بأن لا أمن ولا استقرار بل التهديدات والقمصان السوداء التابعة لحزب الله هي من كانت تؤلف الحكومات ومن يفك ويربط في مصيرها في هذا البلد للأسف المتهاوي تحت ضربات الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الفظيع التي لم نشهد مثله من قبل. نعم سيد فرانكو، هل تشكيل حكومة حزبية باعتقادك سيصب في مصلحة البلاد مع هذه الأزمة الاقتصادية المستفحلة وانهيار سعر الليرة اللبنانية؟ تشكيل حكومة لن يتم أبدا، لن يأتي بإيجابية أبدا على لبنان. نعم. لأن يعني في السنوات الماضية جرى تأليف الحكومة بين هذه السلطة الفاسدة التي تدور كلها في فلك حزب الله وإيران. يعني عفوا، لم يعد خافيا على أحد أن كل هذه السلطة ومنهم تيار المستقبل وحزب الله والبعض وبعض الأفرقاء المسيحيين هم ضمن هذه المجموعة الحاكمة المسيطرة على البلاد، المسيطرة على أرزاق اللبنانيين، وهذا أصبح معلوما لدى الدول العربية، ومن هنا تأتي عملية حصار الدولة اللبنانية، فرض حصار عربي ودولي على الدولة اللبنانية لأنها كلها تدور في حلف حزب الله وتنفذ أجندته في الداخل والخارج، في الداخل اللبناني والخارج في الدول العربية وفي نعم. على سيرة حزب الله، إلى أي مدى أدت سياسة حزب الله وحلفائه في لبنان وانحيازه لجانب إيران، إلى أي مدى أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان بشكل عام؟ طبعا كنا قد حذرنا سابقا وعبر سنوات أيضا عبر شاشاتكم الكريمة بأن كل تلك المشاغبات التي يقوم بها حزب الله والهجومات على الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية وغيرها لن تأتي بخير أبدا على لبنان، بل ستحتم على تلك الدول المتحاربة من حزب الله والتي لم تقم بشيء عدواني ضده أبدا، ستحتم عليها الرد وبقوة، وها هي الآن ردت على حزب الله على لبنان طبعا لأنها فرضت العقوبات وقامت بعزل لبنان دبلوماسيا إلى أبعد الحدود. حزب الله شارك بالدرجة الأولى وهو المسؤول بالدرجة الأولى عن هذه الحياة التعيسة التي يعيشها اللبنانيون اليوم، لأنه هو من قام بكل تلك العمليات الحربية والعسكرية والحروب وساند طهران في حروبها ضد الدول العربية، وأيضا نشهد بأن الحكومة اللبنانية عندما كانوا يذهبون إلى بعض المؤتمرات العربية كانوا يقفون إلى جانب طهران، حتى أن وزير الخارجية السابق جبران باسيل كان قد انتقد
قرار باتهام طهران بإدانة طهران بعدوانها على المملكة العربية السعودية. يعني شبران باسيل هو أيضا طبعا هو رجل حزب الله المسيحي الأول في لبنان، هو ورئيس الجمهورية هم يعني من أتى بهم حزب الله ليكونوا هم رئيس الجمهورية، هو من فرضهم حزب الله على اللبنانيين. أشكرك، كنت معنا من زيورخ فرانكو عبد القادر مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية، شكرا جزيلا لك.